وهلا وصلنا مشاهدينا الاكارم لاولى محاورنا، يعني مجموعه من المهارات والانشطه الترفيهيه والعلميه يقيمها المركز الثقافي من خلال فريق مهارات نغم وقلم. وخصوصا نحن هلا صرنا بفصل الصيف، اكيد المهارات والانشطه متنوعه، ولنتعرف اكثر على هيدي الانشطه بصرنا يكون معنا تمام محمد وهو مدرب مهارات، وبشرى برضه وهي كمان مدربه مهارات. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا ويعطيكم الف عافيه. بحضرتك اهلا وسهلا، صباح الخير. يعطيكم العافيه واهلا وسهلا فيكم. خلونا نبلش من الاسم، يعني اختيار الاسم نغم وقلم، تفضلوا. يعني هلا بداية في هيك اضطرب يعني بالاسم بالشيء بشد. هلا هو هذا يعني حتى الاسم يعني عباره عن مبادره، يعني كان نتيجه طرح بين وزاره الثقافه ومنظمه اليونيسف. هلا نحن ببدايه 2001 بلش 2001 كان في يعني برنامج نغم قلم بلش 2021 2021 كثير بعيد 2021 كان في يعني اتفاقيه بين منظمه اليونيسف ووزاره الثقافه. طبعا هذه الاتفاقيه كمان كان يعني من موقعها مع وزاره التربيه، لكن ما يميز وزاره الثقافه انه يعني هي تعليميه وترفيهيه. فتعليم اختصاص التربية. نحن شو بيميز وزارة الثقافة؟ انه عندها انشطة ترفيهية ثقافية. فهذا اللي يعني حبينا ان احنا ندمج كلمة نغم مع التعليم اللي هو القلم، يعني حلو. وهيدا اندمج من ضمن آليات العمل ايضا، ضمن يعني ضمن الخطة اللي قمتوا فيها طبعا. هلا نحن اول ما بلشنا هذا يعني هذا البرنامج كان بخص الطلاب المتسربين. طبعا بنعرف احنا نتيجه الحرب اللي صار في تسرب، صار في طلاب وافدين وانحرموا من الدراسه. هلا مو بس وافدين، حتى في طلاب يعني بتصور اوضاعهم مثلا نتيجه ظروف معينه اقتصاديه او اجتماعيه، يعني تركوا المدرسه لاسباب او اخرى. فنحن قمنا بحمله لاستقطاب هذه الشريحه. طبعا بدنا نعرف اول شيء الاسباب اللي خليتهم يتركوا، نحفزهم مثلا على الرجعه، من يعني بنحكي لهم عن المهارات او عن الانشطه اللي بدنا نقوم فيها، بالاضافه ل يعني ل النشاط التعليمي اللي هو يعني منهاج نفسه اللي مثلا باي صف الطالب ترك نحن بنكفي له هيدا الفاقد التعليمي بنعوضه وبن يعني بنحضره ليكمل تعليمه. يعطيكم الف عافيه استاذ تمام. يعني استاذي بشرى، وقت عم نحكي نحن عن طفل، يعني بناء طفل بكل المجالات مثل ما تفضل استاذ تمام، علميا ترفيهيا يعني يكون متقبل المجتمع الى حد ما، وهي هون يعني نعول على الكوادر اللي بتكون قائمه على هذه المهاره. لو نحكي عن اهم المهارات التعليميه والترفيهيه اللي تفضل الاستاذ تمام وحكي عنها لتكون عامل جذب لكثير من الاشخاص ويكونوا حاضرين بهذا الفريق. بتعرفي حضرتك الطفل مهما يكون متعلق بموضوع التعليم بالنهايه اكيد رح يجذبوه المهارات. صحيح. يعني اكيد رح يجي مثلا لما رح يسمع انه في نشاط مسرحي، نشاط رسم ترفيهي فاصل منشط بين الحصص، وهذا هون دورنا نحن. يعني بياخذوا دروسهم مثلا ساعه ونص ساعتين اللي هو فتره البريك بين الحصص. نحن هون بناخذ طلاب، انشطتنا متنوعه بتتراوح بين انشطه لغويه، انشطه مهارات حركيه صفيه، أعمال يدوية بسيطة مثل الأوريغامي أو رسم. حلو. حتى عندنا مثلا خيال ظل، عندنا مسرح تفاعلي، ممكن نعرض أفلام قصيرة هادفة كمان. وكمان حابة نوه على موضوع أنه نحن مو بس نطاق شغلنا ضمن المركز الثقافي الفريق، نحن بنتعاون مع كافة الجمعيات ومع رابطة أبناء الشهداء وكمان مع دار كفالة الأيتام. رح نحكي بالتفصيل بهذه الجهات اللي بتشبك أكيد مع أكيد. فريق المهارات أنتو. طيب. يعني عم تحكي حضرتك اليوم موضوع كثير مهم، انه نحن يعني كثير في شغلات عم نعطيها للطفل بمرحله عمريه معينه هو بحاجتها، هيدا بيحتاج لخبرات، لكوادر هي مؤهله مدربه خاضعة على نظام معين تعليمي يعني ثقافي بكل المجالات. كيف عم يتم تحضير الكوادر؟ تحضير الكوادر نحن طبعا فريقنا قديم، تغير اسم الفريق مثل ما تفضل الاستاذ تمام بال 2021 صار فريق نغم وقلم، كان سابقا فريق الثقافه لبناء مهارات الحياة. هيدا الشيء كان ببداية الأزمة أيام يعني الأحداث وهيك، كادرنا كلياته مؤهل علميا على درجات جامعية، وكمان نحن خضعنا لدورات تدريبية، خضعنا لتي أو تي، خضعنا لدعم نفسي كمان. أهلنا
عملنا حتى للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومع المتسربين، حتى كنا خاضعين لبرنامج محدد كمان، بالإضافة لدورات بتقيمها منظمة اليونيسف بشكل دوري، يعني ممكن كل سنة سنتين لتأهيل الكوادر الجديدة حتى واطلاعهم يعني. حلو كتير، هيدا بينعكس إيجابا على هيدا الطفل اللي هو المستقبل، يعني لما بيكون الكادر هو مؤهل نفسيا قبل ما يكون بجهة تانية، قد ما ممكن يعطي فعلا لهيدا الطفل من مهارات. صحيح. أستاذ تمام، مثل ما تفضلت أستاذي بشرى، مجموعة من النشاطات لبناء هيدا الطفل، إذا بدنا نحكي عن الفئات المستهدفة ضمن هيدا الفريق. هلا مثل ما حكيت أنا، يعني فترة مرحلة التسرب هي مرحلة ممكن تكون من صف الأول لصف التاسع، فنحن هيدي الشريحة مثلا نستهدفها، بناخذ معلومات بيانات عنها، وبن يعني بن وفق، في عندنا مدرسين طبعا مختصين بكافه المواد التعليميه، ف يعني عم يدرسوهم هلا حاليا بالمركز، ومثل ما حكينا نحن بفتره الفاصل هذا يعني كمان مو بس نهتم بالجانب التعليمي، جانب جذب، يعني ما بدنا كمان نرجع لنفس القصه انه السبب اللي خلاهم يتسربوا مثلا. طبعا يعني أساس تمام، يعني الفئات المستهدفة هي من الأول للصف الثامن تماما. ولكن الأنشطة يمكن تختلف بين كل فئة وفئة عمرية. طبعا هلا طبعا الأفلام الموجهة للطفل غير الأفلام الموجهة لليافعين مثلا، أو النشاطات الموجهة لهذه الشريحة الصغيرة غير الشريحة طبعا. طيب هون الرسالة اللي حابين يعني توجهوها من خلال هذه النشاطات، سواء كان للفئات العمرية الكبيرة أو الصغيرة، الاختيارات كيف على أي أساس عم تكون؟ طبعا هلا نحن في جانبين، هو جانب الفائده وفي جانب المتعه تماما. هلا في شيء موجه للاطفال طبعا بناء على توجيهات مديريه ثقافه الطفل، بتعطينا توجيهات مثلا انه بدنا نركز على موضوع الهويه مثلا، او موضوع الانتماء، او موضوع مثلا صداقه العائله طبعا بالنسبه للاطفال بفئه عمريه صغيره. طبعا نحن يعني وفق التوجهات هذه بنشوف المهارات المخصصه او الموجهه لهي الشريحه العمريه وبنقدمها للاطفال من خلال مثلا افلام، او من خلال سرد قصصي، او من خلال مثلا يعني مسرح تفاعلي او مسرح خيال الذوق. تمام. هلا حضرتكم بتشتغلوا على مدار العام، ليس فقط بفصل الشتاء، او خلينا نقول بالفصل الدراسي. اليوم انتم انطلقتوا بموسم الصيف اللي هو في له انشطه ومهارات ربما مختلفه، رح نسمع التفاصيل من حضرتك انسه بشرى. اليوم الفعاليات الصيفيه، شو هي الانشطه اللي عم بتقوموا فيها، وكيف عم تتوافق يعني كمان بالنسبه للفئات العمريه يعني؟ تمام. هلا مثل ما تفضلتي حضرتك، نحن عندنا دوره فصليه شتويه ودوره صيفيه. ذات الشيء بالشتوية بس بيكون الدوام أقل، يعني بتعرفي منشان طلاب المدارس بيكون عنا دوام، بس نحن أيام الخميس بيكون للتسرب، وجمعة وسبت للطلاب العاديين للمدارس. أما هلا بالصيف مثلا ففي دوام بأغلب أيام الأسبوع. نحن مقسمين اللي بنعطي مهارات على مدى أيام الأسبوع، كل حدا فينا مثلا بيداوم فترة محددة نفس الأنشطة، بس على فترات أطول ممكن شوي بتكون بالصيف، وكمان حتى حسب اهتمامات الأولاد. يعني نحن حتى بنسألهم مثلا أنه أنتوا شو حابين اليوم نعمل؟ كمان يعني بتاخذوا رأيهم تستشيروهم بالنشاط. هو ضمن المركز الثقافي عم تكون بالطابق الأول ضمن المركز يعني. الثقافي لكن بالقاعة يعني في مثلا بتاخذوا بآراء الأطفال أنتوا إلى حد أكيد. ما هلا إذا طلبوا منكم مثلا نعمل نشاط ترفيهي بالهواء الطلق ممكن ممكن بحديقة المركز الثقافي ممكن، بس ما نطلع خارج نطاق المركز. أستاذ تمام، يعني تقييم المشاركين يعني سواء كان أطفال أو يافعين ضمن هيدا الفريق، يعني كيف بيتم؟ تقييم المشتركين بهيدا الفريق. هلا هي كمان اختبارات، يعني نحن يعني بعد ما يعني بنشوف نحن توجهات الاطفال. مثلا يعني فريقنا مثلا كمان مختص بالمسابقات السنويه اللي بتقيمها الوزاره. طبعا بنشوف مثلا الموهوبين بنشاط معين، نشاط الرسم مثلا، او القصه، او المسرح، او الشعر مثلا. وبنحفزهم مثلا، بنعمل لهم ورشات تدريبية ممكن طبعا باشراف مختصين مثلا، بنعمل لهم ممكن ورشه ادبيه بالاشتراك مع ادباء مثلا من المحافظه، ورشه رسم مثلا، في عندنا مدربين فنانين بالفريق طبعا،
بينموا المهارات بيشوفوها وبيطلعوا يعني بيطلعوا على اعمال الاطفال، واذا في نواقص او في مثلا جوانب ممكن ينموا لهم هذا الموهبه. ف والمتميزين طبعا المتميزين مثلا نحن يعني سنويا في مثلا عدد لا باس فيه، يعني بتصور من المحافظات الاولى اللي بتاخذ يعني جوائز بالمسابقات السنويه هي بتكون محافظه اللاذقيه، بتكون سباقه دائما بالمجالات. يعني هي دائما مديريه الثقافه بمتابعه الحسيسه دائما هي معودتنا فعلا باكتشافها لمواهب جديده بكل عام بكل فعاليه بكل نشاط عم بتقوم فيه، ما عم توفر اي جهد اليوم مديريه الثقافه ضمن محافظه اللاذقيه كونه احنا اليوم عم نحكي بهذا المجال، فعلا باكتشاف مواهب كثير جديده وتوجيههم باتجاهات عم نشوفهم اليوم على المسرح بمسرح الطفل، عم نشوفهم اليوم بالثقافه بالرسم بمجالات كثير كبيره. اليوم هيدي الفعالية هي كتير مهمة، هيدا النشاط هو كتير مهم، إذا أنا بدي سجل فيه هل أنا يعني أنا كطفل بدي إيجي سجل فيه، هل أنا قادر أسجل فيه أم هو بيكون بمتابعة مثلا مع مديرية التربية من هن المتسربين؟ كيف بيتم اختيار الأطفال اللي بدهم يدخلوا لعندكم اليوم كونه إذا حدا حب يشترك؟ يعني التسجيل بمديرية الثقافة للدورات التابعة لليونيسف هو مجاني بشكل كامل وهو لكافة الناس لكافة الشرائح، ما بيقتصر على ناس معينين، يعني نحن ما لنا مقتصرين مثلا بس على التسرب المدرسي، لا حتى الطلاب المتميزين بمدارسهم عندنا ناس كتير أوائل على صفوفهم بيداوموا عنا، وفي ناس متوسطين وفي ناس مثل ما تفضل الأستاذ تمام خارج المدرسة. فالتسجيل العامة بس مطلوب دفتر العائلة فقط لا غير، والتسجيل عند المدير. حلو، يعني بنراجع احنا المركز الثقافي ومنحط بكل بساطه أسماء تمام بس ببدايه الدوره دائما، لانه هلا تقريبا اكتمل عندنا العدد الصيفي، الاعداد شوي محدوده. حلو، مشان يكون الشغل نوعي. يعني قد ايه مهم الحوار بينكم انتم ككوادر يعني قائمه بفريق المهارات وبين الاطفال واليافعين لننتج يعني اشياء حلوه من هيدا الطفل؟ طبعا التفاعل او يعني البيئه الامنه خلينا نقول او العامل الصداقه بين المدرب والمتدرب او الطفل هو يعني شيء ايجابي يعني وبيحفز. نحن على المدى الاعوام هيدي السابقه طبعا صارت في علاقه كثير وديه بيننا وبين الاطفال طبعا، وقدرنا نفوت على جوانب مثلا ايجابيه نحفزهم، مثلا مثل ما حكينا عن موضوع المتسربين حفزهم على الرجعه، مثلا نشوف شو مثلا شو هي الشغلات اللي خليتهم يعني يبتعدوا عن المدرسه، فنحن حاولنا يعني نرمم هذا النقص بشخصيه الطفل مثلا او الخوف نكسر حاجز الخوف. يعني بغض النظر عن الاطفال الوافدين او المتسربين، نعم، بتدخلوا لشخصيه الطفل بتشوفوا مثلا بنشوف انه اصابعك مو كلها مثل بعضها، في اطفال بتتقبل الفكره وفي اطفال ما بتتقبل الفكره حسب البيئات والضرر المتعرضين له هن. هو انت بتفوتوا على شخصيه الطفل بتحاولوا تحلوا المشاكل اللي موجوده طبعا. هلا ضمن الدورات اللي خضعنا لها نحن كان في يعني مدربين نفسيين او اختصاصيين نفسيين يعني اعطونا مثلا خطوات عن كيفيه التعامل مع الاطفال المعنفين او الاطفال المهمشين اجتماعيا. فالحمد لله يعني نحن قدرنا استفدنا من هي المعلومات ويعني على ارض الواقع طبعا نتيجه الخبره والتراكم. هذا الشيء من خلال طبعا في شغلات يعني في ظروف صعبه مثلا كل بيعرفها يعني هي اللي خلت هذا الطفل يكون طبعاً هيدا. طبعا في هلا هيدي ما انا عم نحكي عن موضوع التسرب، نحن في نطاق ثاني مثلا الاطفال ذوي الاعاقه مثلا كمان نحن يعني نتعاملوا مع نتعامل معهم وحتى بندمجهم مع الاطفال السليمين. حلو. طبعا يعني مشان يكون هذا يعني هذا ضمن خطط الوزاره انه دمج الاطفال المعاقين مع الاطفال السليمين، يعني هذا كمان واجهنا شويه صعوبه بهالموضوع هيدا، والحمد لله قدرنا تجاوزناها هلا ويعني الامور ان شاء الله يعني مشيت. يعطيكم العافيه. الحمد لله. هلا نحن يعني ونحن عم نحكي في صور لاطفال هن عم يتفرجوا على فيلم معين او هلا نحن مو بس افلام شيء هادف يعني طبعا. بس هيدي الصوره بدار كفاله الايتام هون كان في نشاط عرض فيلم قصير وكان طبعا في نقاش بعد الفيلم يعني واذهلني بصراحه المستوى الوعي اللي عندهم. انا بدي هي النقطه بدي اسالكم عليها، يعني حضرتكم قلتوا انه انتم من 2021 انطلقتوا بمشروع نغم وقلم اللي كان هو انتقال لمشروع سابق ولكن برؤيه جديده بافكار جديده. اليوم من 2021 اليوم 2024 نحن على مدى 3 سنين، كيف كان التطور؟ هل في اطفال تابعوا معكم يعني هن ظلوا مستمرين؟ الحالات اللي شهدتوها اليوم بعد 3 سنين كيف كان؟
في طلاب استمروا معنا من بداية البرنامج لهلا، في طلاب ممكن انتقلوا على غير محافظات أو رجعوا على المدارس ما في وقت، بس الغالبية لا استمروا وإجانا عدد أكبر كمان يعني، وكان تفاعلهم رائع يعني. أنا قصدي كل سنة كيف عم تشوفوا الفروقات يعني، وعم بيقول الأستاذ إنه في مسابقة سنوية يعني على أساسها بيتم يعني اختبارات معينة. المسابقة مو بس لطلابنا، المسابقة للكل يعني، أي شخص ضمن محافظة اللاذقية حابب إنه يسجل أولاده بالمسابقة التابعة للوزارة هو فينه يعني، فينه يشارك، وطبعا فينه يسجلوا عنا منشان مثل ما تفضل الأنشطة اللي بتصير للأولاد منشان الاشتراك بالمسابقة يعني. تطور الأولاد عنا كان مذهل من 2021 لهلا يعني، في تطور ملموس واضح. هيدي الصورة وين؟ هي كان في نشاط أوريغامي، فن طي الورق، عنا بالمركز الثقافي بالقاعات، كانت شاملة الفئة العمرية الصغار هدول. الأولاد قد ما بيحبوا هيدي الأنشطة يعني، قد هي ما بتحسسهم يعني مثل تعليم تفاعلي، هن الموجودين عم يشتركوا كلهم بنفس الهي. هيك نوع من الأنشطة بيخلي الطفل يركز يعني، بيعلمه الهدوء نوعا ما والتركيز، هو بيخفف من فرط النشاط حتى. والهدوء يعني. تماما. قبل عفوا يعني قبل ما نحن وجايين على الاستوديو في طفلة كانت فايتة على المركز يعني عم تقلها لأما بدنا نحضر فيلم اليوم أو كذا يعني، شيء يعني بيحفز هذا الولد. ايه طبعا. هلا قدامهم كمان وشفنا يعني ولمسنا هذا الشيء إنه يكون الأهالي حاضرين، ليكون إنه فعلا عامل مشجع لهيدا الطفل يعني. في كتير من الأشخاص أو الأطفال ببداية أي نشاط ما بيتقبلوا الفكرة يعني، في شيء عم تعملوه كمان بمشاركة الأهالي؟ هلأ السنة الماضية كان في نشاط مبادرة قامت فيها زميلتنا، كانت موجهة فقط للأهالي. يعني الأهالي بالوقت اللي بيكونوا ناطرين فيه الطلاب برا كانوا يطلعوا مثلا ممكن يعملوا شيء له علاقة بالكروشيه بالصوف. أنشطة تانية معينة يعني كانت من اختصاص زميلتنا، فكل سنة عنا هيك نوع من المبادرة. حلو كتير يعني، بيكون الأنشطة موجهة عفوا للطلاب والأهالي. حلو كمان بيتعلموا الأهالي شيء جديد بهذه الفترة يعني. الانتظار صعب شوي الانتظار بس يعني إنه الشيء المميز إنه هيدي الدورات هي عم بتكون بتشارك العديد من الجهات يعني، كل جهة هي عم تقدم من منظورة ما يقدم الفائدة لهيدا الطفل. هيدي التشاركية قديش معنا مهمة، قديش ما عم تعطي شغلات جديدة ممكن للطفل هي ما كانت موجودة عنده، تعطيه حافز لقدام ربما لا ينطلق بعض الظروف الصعبة اللي كان هو فيها. طبعا هلا يعني نحن عم نقول نحن وزارة الثقافة استفادت من الإمكانيات الموجودة من تجهيزات مثلا صفية، قدمنا الصفوف، قدمنا يعني مسرح، قدمنا الخبرات، ومنظمة اليونيسف مثلا قامت بتوزيع مثلا يعني المواد الأولية مثلا قرطاسية وهيك قرطاسية تماما لهيدي يعني، هذا ساعدنا على بدء المشروع طبعا ويعني وحتى كفينا فيه بهذا الدومين. حلو أستاذي بشرى، يعني نحن كل سنة دائما بنطمح إنه تكون السنة الجاية أحسن من السنة اللي قبلها تمام، نحن بسنة 2024 يعني من سنة 2021 ل 24 أكيد في رؤى وخطط ببداية كل سنة. إذا بدنا نحكي شو تطور، شو الشيء تطورتوه، شو الرؤى المستقبلية اللي دائما بتطمحوا لبناء هيدا الطفل؟ هلا أكيد نحن عنا خطط مستقبلية دائما بتكون بتوجيه من وزارة الثقافة وبناء على توجهات منظمة اليونيسف كمان. مثل ما قلنا نحن خطة العمل السنوية لنا دائما بتبين من خلال مسابقة وزارة الثقافة، من خلال اشتراك الأطفال فيها، والدافع الأكبر عم يكون للأطفال أنه هو في حفل تكريم سنوي لألون على المسرح، فهذا الشيء جدا محفز تماما بغض النظر إذا كان مادي ولا معنوي. أكيد في جوائز مادية ممكن تكون رمزية خلينا نقول، وجوائز قصص مثلا أو قرطاسية معينة. حلو. وكمان أكيد تكريم على المسرح بحضور المشاركين الأستاذ أكيد مجد صارم والوزارة الثقافة. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. طبعا يعطيكم العافية، شكرا كثير على الجهود المقدمة اليوم. انتم عم تتعاملوا مع شريحة يعني بداية عمرية هو صعب التعامل معه، وبشق آخر هن المتعرضين الأغلب منهم لظروف معينة عم تكونوا انتم السبب بمواجهتها بقوة بطريقة تعليمية وترفيهية. شكرا كثير لوجودكم معنا. شكرا لصدافتكم. أكيد بنتمنى لكم التوفيق، ورح نضل نحن متابعين دائما هيدي المستجدات بكل ما يتعلق بأطفال. شكرا كثير لحضراتكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ تمام، أهلا وسهلا فيك أستاذ بشرى، بنشكر كل الكبار
الموجوده بمديريه الثقافه ووزاره الثقافه اللي عم تكون فعلا بتماس مباشر مع الطفل ومع الطالب بشكل عام من خلال المسارح والانشطه والرساله الهادفه اللي عم فعلا عم نلمسها على ارض الواقع. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا. شكرا كثير. شكرا لكم.